الرئيس السيسي يقدم خالص تقديره لفلاحي ومزارعي مصر في عيدهم، ويؤكد استمرار التوجيهات للحكومة بتوفير الحياة الكريمة لهم. الحكومة البريطانية تعلن بدء الحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث، وقصر باكنغهام يعلن إطلاق 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة. وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث أزمة الطاقة، ومؤشرات على رفضهم فرض سقف لسعر الغاز الروسي. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقديرا لدوره وإيمانا بمكانته التي لا ينافسه فيها أحد عبر التاريخ، تحتفل مصر كل عام في 9 سبتمبر بعيد الفلاح المصري. يتزامن عيد الفلاح مع تسارع جهود الدولة لدعم فلاحيها بكل السبل المتاحة، إيمانا منها بضرورة إرساء دعائم التنمية الزراعية التي تظل ركنا رئيسيا من أركان الاقتصاد الوطني. قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص تقديره واحترامه لفلاحي ومزارعي مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم. وقال الرئيس السيسي إن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبذل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة. وأضاف الرئيس السيسي أن توجيهاته المستديمة للحكومة ستظل ببذل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته والارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية لتوريد إنتاجهم من المحاصيل. عامل أساسي في بناء الدولة وعماد المجتمع المصري منذ بدء الخليقة، إنه الفلاح المصري الذي يوافق اليوم 9 سبتمبر لاحتفال به كل عام. وهو العيد الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 عقب قيام ثورة 23 يوليو. كما يتواكب عيد الفلاح أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق في 9 سبتمبر عام 1881. نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا سلط الضوء على سنوات الدعم والتمكين 8 للفلاح المصري ودوره كشريك للدولة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصري السنوي 70. وأبرز التقرير جهود الدولة لدعم الفلاح خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تم التوسع في تطبيق الزرع التعاقدية لضمان تحقيق ربح للمزارعين وسط الأزمات العالمية. ولفت التقرير إلى أنه تم الاتفاق على بدء الزرع التعاقدية للذرة بحد أدنى سعر ضمان 6000 جنيه للطن، على أن يكون البيع بأعلى الأسعار وقت حصاد المحصول، في حين بلغ سعر القمح 1000 جنيه كسعر استرشادي للأردب للموسم المقبل. We'll be right back.
عصر جديد يعيشه الفلاح المصري في السنوات الأخيرة التي حقق فيها مكتسبات غير مسبوقة، وحرصت الدولة المصرية على دعمه بكل أشكال الدعم الممكنة من خلال المبادرات التي خففت الأعباء عن المزارع، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية في القرى وغيرها. التنمية الزراعية تعد واحدة من أحد الأركان الرئيسة للاقتصاد القومي، وهو الأمر الذي طالما حرصت عليه الدولة من خلال دعم الفلاح بكافة السبل المتاحة لتحقيق حياة كريمة له وتسخير كل الإمكانيات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم. استهدفت الدولة بتوجيه كافة أوجه الدعم للفلاح من أجل تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحي وآمن للقضاء على الفقر وخاصة في المناطق الريفية، وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية. كما عملت الدولة على توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم استخدامات الموارد الطبيعية، فضلا عن تطبيق منظومة التحول الرقمي لخدمة الفلاح، حيث تم إصدار كارت الفلاح المزود بخاصية ميزة لبناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعي، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل. الدولة أطلقت منصة أجري مصر كأول منصة زراعية إلكترونية ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية، بهدف توفير خدمات الدعم والتمويل والتجارة والبحوث والإمدادات المقدمة للقطاع الزراعي. كما تم تطويرها بأحدث تقنيات وخواص التجارة الإلكترونية لتكون همزة الوصل بين المزارع وجميع أطراف القطاع من موردين وجمعيات زراعية وهيئات داعمة ومؤسسات تمويل. وتعمل الحكومة بشكل مستمر في تقديم كافة جوانب الدعم للفلاح لتوفير المستلزمات اللازمة لزيادة الإنتاج الزراعي والارتقاء بمستوى معيشة المزارع، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، ليكون الفلاح المصري شريكاً حقيقياً في النهضة التنموية والزراعية التي تشهدها البلاد. ولمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة. بداية وبعد التحية دكتور أحمد، أكد الرئيس السيسي حرصه كل الحرص على دعم الفلاح وأيضا تسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، إذا كيف تقرأ هذا التأكيد؟ طبعا بنقرأه في ضوء اهتمام واضح من القيادة السياسية وعلى رأسها رأس الدولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى معيشة الفلاح ومستوى الذي يضمن للفلاح حياة كريمة وحياة راقية. وطبعا ده مش جديد على سيادة الرئيس، وهو دائما وأبدا هو مهتم دائما بكل مواطن مصري وبما في ذلك الفلاح المصري. نعم، يعني في ضوء هذا الاهتمام من جانب القيادة السياسية، كيف تقرأ يعني أهمية اتباع الدولة في الوقت الحالي وأيضا على مدار السنين الماضية فكرة التوسع الرأسي في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية الفدان؟ طبعا الدولة باستمرار هي بتولي الفلاح المصري اهتمام كبير. احنا في مستوى او على مستوى وزارة الزراعة فيما يخص الحجر الزراعي، وهو الجهة المسؤولة عن الاستيراد والتصدير للمنتجات الزراعية، احنا بنحرص كل الحرص دائما في مجال الاستيراد على توفير كافة المنتجات اللي هي التقاوي ومواد الإكسار وكافة المنتجات التي يحتاجها الفلاح في الزراعة من مواد إكسار نباتية، بنحرص دائما على حصولها على أعلى مستوى من الجودة والرقابة عليها على أعلى مستوى من الجودة وتوفيرها للفلاح بأقل سعر وبأعلى جودة، وده يضمن للفلاح تماما الرقي ويضمن له زراعة محصول جيد جدا بمواصفات عالمية وبإنتاجية عالية جدا. أو على المستوى الآخر وهو مستوى التصدير، الحجر الزراعي دائما قائم يقوم بدعم الفلاح ويقوم بفتح أسواق جديدة على للصادرات الزراعية المصرية، وده طبعا بيساهم في زيادة الصادرات بشكل كبير. بيقوم الحجر الزراعي بتشديد الرقابة على الصادرات، وده بيعكس سمعة الصادرات الزراعية المصرية في الخارج مباشرة، مما يؤدي إلى زيادة الصادرات اللي وصلت إلى 5.6 مليون طن من العام الماضي، وطبعا الأسواق الجديدة اللي اتفتحت وصلت أكثر من 60 سوق خلال آخر 4 سنوات،
كل ده يعتبر بيصب بشكل مباشر في مصلحة الفلاح المصري، اللي هو بيجد المنتج بتاعه بيتباع بسعر جيد جدا وبيتصدر بسعر مناسب جدا، بيشجعه وبيدعمه وبيخليه يستمر في الزراعة ويستمر في الإنتاج ويضاعف الإنتاج ويضاعف الإنتاجية أكثر وأكثر. نعم، إذن هناك أكثر من مشروع تقوم به الدولة حاليا في قطاع الزراعة، يعني من أبرزها على سبيل المثال الدلتا الجديدة، وأيضا استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان. كيف تجد اتجاه الدولة في قطاع الزراعة مع الاهتمام بتحسين السلالات واستنباط سلالات جديدة، ومن ناحية أخرى بالنسبة للتصدير أن يكون مطابق للمواصفات القياسية والجودة؟ طبعا هو ده بيعكس تماما اهتمام الدوله بالفلاح المصري، التوسع وزراعه اراضي جديده واستصلاح اراضي جديده لزياده الانتاجيه وجوده الانتاج والدعم المباشر للفلاح، بالاضافه الى زي ما حضرتك قلت استنباط اصناف جديده وتوفيرها للمزارع المصري. ده بيعكس اهتمام الدوله بالفلاح اهتمام مباشر، وتوفير هذه الاصناف للفلاح بيؤدي الى زياده الانتاجيه ويؤدي الى دعم الفلاح اللي بيخليه يقدر ينتج انتاجيه اعلى ويبيع محصول اكثر بكميه اكثر بسعر اعلى ودخله يزيد، وبالتالي ينعكس ذلك على المصلحه المباشره للفلاح. ايضا بنقول في الصادرات زي ما وضحنا ان الدوله لما بتهتم بالصادرات، وسياده الرئيس بيركز جدا على الاهتمام بمنظومه الصادرات الزراعيه، ده بيعكس اهتمام الدوله بالفلاح وبينعكس بشكل مباشر على المزارع المصري. نعم، الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، شكرا جزيلا لك. واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 189 طن مواد غذائية وغير غذائية. وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 143 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 45 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 713 قضية، من بينها 176 قضية خبز ناقص الوزن و 178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أعلن ملك بريطانيا تشارلز الثالث حدادا ملكيا على والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ينتهي بعد جنازتها بأسبوع. وكان تشارلز الثالث وصل إلى لندن عائدا من اسكتلندا للاجتماع مع مسؤولين حول ترتيبات الجنازة. وقال قصر بكنغهام إنه تم إطلاق 96 طلقة مدفعية اليوم في لندن تكريما للملكة الراحلة إليزابيث. كل طلقة تعبر عن كل عام من حياة الملكة.
وفي اجتماع لمجلسي العموم والدوردات في بريطانيا، قالت رئيسة الوزراء البريطانية إن الملكة إليزابيث الثانية كرست حياتها لبريطانيا. وأضافت تراس أن الملكة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة، مشيرة إلى أن بريطانيا تلقت التعازي من كل أنحاء العالم. نشعر بحزن كبير لرحيل جلالة الملكة، وقد نكست الأعلام والتعازي أرسلت من كل أنحاء العالم منذ وفاة والدها. وسون تشرشل قال أن رحيله كان هو بمثابة تعطيل لمسيرة أمة كاملة. والآن الحياة بعد أن استؤنفت الملكة الراحلة الملكة إليزابيث الثانية كانت من أعظم القيادات العالمية. أعرب قادة وزعماء الدول عن تعازيهم في وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما، واعتبروا أنها أثرت في بلادها والعالم ونجحت في استقطاب محبة البريطانيين وغير البريطانيين. We'll be right back.
أعلنت الحكومة البريطانية رسميا بدء فترة حداد وطنية على الملكة إليزابيث ونشرت إرشادات الحداد الوطني. وذكرت الوثيقة التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر والخدمات العامة أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية. وقالت الحكومة أنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل الأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة. منذ إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية وتتناقل وسائل الإعلام عبارتين سقوط جسر لندن ووحيد القرن، وهما عبارتان تعنيان وفاة الملكة، فأما سقوط جسر لندن فيعني أن الملكة توفيت في لندن، أما عبارة وحيد القرن فتعني أنها توفيت بسكوتلندا كما حدث. ولكل عبارة من العبارتين طقوس مختلفة تم وضعها في ستينيات القرن الماضي، وتتضمن وثائق سرية عن تفاصيل الخطة الكاملة للحكومة في حالة إعلان وفاة الملكة. وهذه العملية يونيكورن تشمل تعليقا فوريا للأعمال في البرلمان والهيئات التشريعية المفوضة في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا، كما أن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سانت جايلز سيكونان نقاط الاتصال الرئيسة للصحفيين والجمهور، ويحمل نعشها إلى الكاتدرائية في رويال مايل ليتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة ويفرلي لتبدأ رحلة أسفل الخط الرئيس للساحل الشرقي وتنتهي في لندن. وتستمر أيام الحداد الملكي بعد 7 أيام من جنازة الملكة إليزابيث. وتوضح الوثيقة 48 خطوة يتم اتخاذها، من بينها أن السكرتير الخاص للملكة سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة وهو يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه، ثم يقوم بعد ذلك مركز الاستجابة العالمية التابع لوزارة الخارجية بإخطار 15 حكومة خارج المملكة المتحدة و36 دولة أخرى ضمن الكومنولث، ويتم إبلاغ نقابة الصحفيين، وتقوم هيئة الإذاعة البريطانية بتفعيل نظام إرسال التنبيه اللاسلكي وهو مخصص لموت كبار أفراد العائلة المالكة، كما سيتم إغلاق بورصة لندن. ويحمل نعش الملكة على عربة مدفع خضراء يرافقه 138 بحاراً إلى قلعة وينسور، وعندما يتم إدخاله إلى الكنيسة عندها تتوقف الكاميرات عن البث وتبقى البلاد في حالة حداد. أهلا بكم مجددا. يتم تنصيب الملك تشارلز الثالث عبر طقوس تاريخية لم تتغير منذ أكثر من قرنين من الزمان. وكما هو الحال في مثل هذه المراسم سيكون هناك اهتمام بما قد تم تغييره أو إضافته أو تحديثه كدليل على حقبة جديدة للمملكة المتحدة. We'll be right back.
وإلى ملف الأزمة الأوكرانية، حيث اقتربت القوات الأوكرانية التي تحرز تقدماً سريعاً على الأرض من خط السكك الحديدي الرئيسي الذي يزود القوات الروسية في شرق البلاد بالإمدادات، وبعد أن أحدث انهيار جزء منه الخط الأمامي الروسي، أكبر تحول في ضخم الحرب منذ أسابيعها الأولى. وقال الرئيس فولوديمير زيلنسكي في خطاب مصور إن القوات الأوكرانية حررت عشرات التجمعات السكنية واستعادت أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في الشرق والجنوب خلال الأسبوع الماضي. وأوضح زيلنسكي أن جنوده انتزعوا السيطرة على بلدة بالاكليا الشرقية جنوبي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا. في المقابل رفض الكرملين التعليق على تقارير عن هجوم أوكراني ناجح في منطقة خاركيف. Важка втрата для усієї Європи і для світу. Від імені усього українського народу висловлюю співчуття королівській родині. قال حاكم منطقة سومي بشمال شرقي أوكرانيا، قال إن غارة جوية روسية على مستشفى في المنطقة دمرت المبنى وتسببت في وقوع إصابات. وذكر الحاكم ديمترو زيفيتسكي أن الطيران الروسي فتح النار على مستشفى دون أن يعبر الحدود الأوكرانية، وأضاف أن المستشفى يقع في منطقة فيليكيا بيساريفكا المتآخمة لروسيا. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستون أن القوات الأوكرانية حققت بعض النجاح في عملياتها في خاركيف وخرسون. واستعادت القوات الأوكرانية أكثر من 700 كيلومتر مربع من الأراضي في الجنوب وفي منطقة خاركيف الشرقية، حيث تقدمت لمسافة تصل إلى 50 كيلومترا في اتجاه الخطوط الروسية. وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التشيكية في براغ، قال إنهم يرون نجاحا في خرسون الآن وبعض النجاح في خاركيف، وهذا أمر مشجع. وكان أوستن قال أثناء اجتماعه مع وزراء دفاع آخرين في ألمانيا لمناقشة دعم أوكرانيا على المدى الطويل، قال إن الرئيس جو بايدن وافق على تقديم أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار. هذا وقد دعت مسودة قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية روسيا إلى وقف جميع ممارساتها في المنشآت النووية الأوكرانية. ويقول دبلوماسيون إن بولندا وكندا أعدت المسودة قبل اجتماع المجلس الأسبوع المقبل. وتنص المسودة على أن المجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة يأسف لاستمرار أعمال العنف التي ترتكبها روسيا الاتحادية ضد المنشآت النووية في أوكرانيا، بما في ذلك الوجود المستمر للقوات الروسية وأفراد المؤسسة الحكومية للطاقة النووية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا. قالت وزارة الخارجية الروسية إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يطبق بشكل سيء، وأن تمديده سيتوقف على كيفية تنفيذه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية الموقع في يوليو الماضي خدع روسيا والعالم النامية. توقع رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولدين أن تفشل خطط الغرب لفرض سقف لسعر صادرات روسيا من النفط والغاز، وأن ترتفع الأسعار بقدر أكبر بكثير مما تحاول الدول الغربية وضعه. وأضاف فولدين أن السوق العالمية لا تقتصر على 7 دول، موضحا أن السعر الهامشي الذي أعلنه الغرب سيصبح الحد الأدنى. قال
قال مسؤول البنك الدولي إن أوكرانيا ستحتاج دعما خارجيا لتقديم الخدمات الحكومية الأساسية خلال عام 2023. وبلغ الضرر المباشر الذي لحق بأوكرانيا من الغزو الروسي أكثر من 97 مليار دولار بحلول الأول من يونيو الماضي. جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي والمفوضيات الأوروبية. أكدت الولايات المتحدة محاسبة أولئك الذين يدعمون عملية روسيا العسكرية غير المبررة في أوكرانيا. وفي بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية قال أنتوني بلينكن إن الجيش الروسي يعاني من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات وقيود الصادرات، مما يجبر موسكو على اللجوء إلى دول غير موثوق بها للحصول على الإمدادات والمعدات. تبنى المجلس الأوروبي قرارا بتعليق اتفاقية تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا بشكل كامل. وسيتم تطبيق القواعد العامة لقانون التأشيرة على المواطنين الروس، وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هذا القرار سيؤدي إلى زيادة رسوم طلب تأشيرة دخول بلدان الاتحاد من 35 يورو إلى 80 يورو، والحاجة إلى تقديم أدلة وثائق إضافية وزيادة أوقات معالجة التأشيرات وقواعد أكثر تقيدا لإصدار تأشيرات الدخول المتعدد. قالت رئيسة بعثة مراقبة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أوكرانيا إن روسيا لا تسمح بزيارة أسرى الحرب الأوكرانيين، مبدية قلقها في ظل وجود أدلة على تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وقالت ماتيلدا بوغنر في تصريح صحفي بجنيف أن الاتحاد الروسي لا يسمح بزيارة أسرى الحرب المحتجزين على أراضيه أو في الأراضي الواقعة تحت احتلاله. ومن جانبها نفت موسكو تعذيب أسرى الحرب أو غيره من أشكال إساءة المعاملة. قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة كانج شوانج إن تدفق المزيد من الأسلحة والذخيرة إلى ساحة الحرب الروسية الأوكرانية يؤشر إلى نزاع مطول ومتوسع. وأضاف المسؤول الصيني في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أن بكين أكدت باستمرار منذ بداية الأزمة أن توريد الأسلحة لن يجلب السلام، وأن سكب الوقود على النار لن يؤدي إلا إلى تعقيد المشكلة. وأشار إلى أن بلاده أكدت أن الحوار والتفاوض هما الطريقة الأكثر واقعية وجدوى لحل الأزمة. 同样令人担忧的是，大量的武器弹药一旦落入不法分子之手，将会遗患无穷，在乌克兰和更大范围产生。 أعلنت وكالة بلومبرج الاقتصادية أن وزراء الطاقة الأوروبيين لن يدعموا فرض سقف لسعر الغاز الروسي وحده. وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اجتمعوا لمحاولة التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة والحيلولة دون انهيار مرافق الطاقة وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا. هذا واقترحت المفوضية الأوروبية تقديم سيولة طوارئ لشركات الطاقة التي تواجه طلبات متزايدة بضمانات، وهي خطوة قال دبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الأوروبي أيدتها على نطاق واسع، كما يدعم البعض مقترحات للحد من الطلب على الطاقة.
اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة هولندا للتعافي والقدرة على الصمود بما يستوجب صرف 4.7 مليار يورو، ستأتي جميعها في شكل منح في إطار مرفق التعافي والمرونة التابع للمفوضية. وذكرت المفوضية في بيان أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ تدابير الاستثمار والإصلاح الحاسمة المحددة في خطة التعافي والقدرة على الصمود في هولندا، وسيلعب دورا حاسما في تمكين البلاد من الخروج بقوة من جائحة فيروس كورونا. قالت شركة الغاز الألمانية إنها اتصلت بالحكومة لطلب المساعدة. وأدى انخفاض تدفقات خطوط الأنابيب الروسية إلى ارتفاع أسعار الطاقة ووضع أعمال الشركة الألمانية تحت الضغط. وقالت الشركة ثالث أكبر مستورد للغاز ومشغل التخزين في ألمانيا إنها طلبت الدعم من الحكومة لتجنب المزيد من الأضرار التي لحقت بالمجموعة. قررت الحكومة اليابانية تفعيل حزمة إغاثة جديدة لمواجهة التضخم المتسارع، تتضمن برنامجا نقديا بقيمة 50,000 ين للأسر ذات الدخل المنخفض وخطوات أخرى للحفاظ على أسعار البنزين والقمح المستورد عند المستويات الحالية. وأصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات للمسؤولين بوضع حزمة اقتصادية أكثر شمولا بداية من الشهر المقبل، مؤكدا أنه من أهم أولويات الإدارة حماية سبل عيش المواطنين وأعمالهم في خضم ارتفاع الأسعار عالميا. قيدت الهند صادرات الأرز بعد أن قفزت الشحنات بشكل حاد في الأشهر القليلة الماضية وسط مخاوف حيال محصول الموسم الجديد بسبب تسجيل معدل أدنى من المتوسط لهطول الأمطار في 4 ولايات رئيسية منتجة للأرز. وفرضت السلطات رسوما بنسبة 20% على صادرات درجات مختلفة من الأرز، فيما تحاول الهند أكبر مصدر للحبوب في العالم دعم الإمدادات وتهدئة الأسعار المحلية بعد أن أدى هطول دون المتوسط للأمطار الموسمية إلى تقليص الزراعة. جددت الولايات المتحدة والأرجنتين التزامهما المشترك بالمساعدة في تعزيز الأمن الغذائي والوصول إلى الطاقة ومعالجة التداعيات العالمية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. جاء ذلك خلال لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان بوزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا لمناقشة اتفاقات حكومة الأرجنتين مع صندوق النقد الدولي وتعزيز التعاون الثنائي في جدول أعمال واسع النطاق بما في ذلك المناخ والطاقة والأمن الغذائي والمعادن المهمة والتكنولوجيا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن تضامنه لباكستان في مواجهة الفيضانات المدمرة التي تعرضت لها البلاد. تصريحات غوتيريش تأتي على هامش رحلته التي تستغرق يومين إلى باكستان. كارثة إنسانية غير مسبوقة تعيشها باكستان جراء الفيضانات المدمرة، مما دفع بالأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش للقيام بزيارة عاجلة للمناطق المتضررة. غوتيريش الذي جاء للتعبير عن تضامنه ولقاء رئيس الوزراء شهباز شريف ناشد المجتمع الدولي لتقديم دعم هائل في الوقت الذي تتصدى فيه باكستان للكارثة المناخية التي ربما لن تكون المتضرر الوحيد منها في المستقبل على ما يبدو إن لم يتحرك العالم كله لوقف التغير المناخي. فقد تسبب تغير المناخ في أمطار موسمية غير معتادة وزوبان للأنهار الجليدية في الجبال الشمالية أدت لفيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية بالإضافة إلى الجسور والماشية والمحاصيل، وقتلت أكثر من 1391 شخصا حتى الآن. كما غمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم، بينما تعطلت حياة قرابة
35 مليون شخص. وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء لجمع مساعدات بقيمة 160 مليون دولار في الوقت الذي قدرت فيه باكستان خسائرها بنحو 10 مليارات دولار. وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 6.4 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني في المناطق التي غمرتها الفيضانات. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد موافقة الجمعية العامة. وسيخلف تورك تشيلية ميشيل باشليت وفقا للموقع الرسمي للأمم المتحدة. فإن تورك كرس حياته المهنية الطويلة والمتميزة للنهوض بحقوق الإنسان. وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعرب عن امتنانه لباشليت لالتزامها وتفانيها في خدمة الأمم المتحدة. أعلنت المحكمة الدستورية العليا خلال مؤتمر صحفي تفاصيل فعاليات الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية. ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 10 حتى 12 من سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويعد هذا الاجتماع هو السادس بعد قيام المحكمة الدستورية العليا المصرية بعقده في عام 2017، والذي يجمع الأشقاء الأفارقة من أكثر من دولة إفريقية لتحقيق التعاون القضائي الدستوري. ويمثل هذا المؤتمر أهمية كبيرة للدول الإفريقية لما يتضمنه من توصيات هامة تساعد على تحقيق القضاء الدستوري للمواطنين في القارة السمراء. وضع آلية مستمرة بين الدول الإفريقية المشاركة في الاجتماع للتباحث طوال العام على مدار السنة، بيحدث نوع من التلاقي البحثي والتدريبي. ودي يعني أنا أردت أن أزف هذا الخبر للإعلام قبل أن تبدأ الفعاليات، لأنه حقيقة هذا الاجتماع لابد أن يكون له ثمار متميزة، وإحنا حقيقة يعني هادفين إلى أن هو يحقق نتائج على الأرض، نتائج ملموسة لا تنتهي آثاره بمجرد انتهاء فعاليات الاجتماع. تستمر فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لليوم الثالث على التوالي. وتتضمن فعاليات اليوم العديد من اللقاءات والورش والجلسات النقاشية من أجل العمل المناخي وأعمال الزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي. تستمر فعاليات النسخة الثانية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بإقامة عدد من الورش والجلسات النقاشية والأعمال التدريبية. الجلسات النقاشية والورش تناولت عددا من القضايا والموضوعات، منها الابتكار من أجل العمل المناخي وأعمال الزراعة والاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي، بالإضافة إلى جلسة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ ودور الحكومات في عملية التنمية. أعتقد من المهم هذه الفرصة للحديث حول التغير المناخي وسبل دعم الاقتصاد الأخضر في بلادنا وكيفية المضي قدما في الدول الإفريقية نحو طرح حلول جديدة لتدوير المخلفات ومواجهة التغير المناخي. مشروعات كثيرة في قطاع الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وإحنا طبعا من خلال نحن بنك أفريقي بنغطي القارة الأفريقية بالكامل، بنحاول نحن نطرح المشروعات دي من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، بنحاول نحن ندعم الشركات المصرية إنها تفوز
يجوز بتعاقدات في قطاع الطاقة المتجددة في الدول الأفريقية أخرى، والحمد لله اشتغلنا الفترة اللي فاتت مع شركات مصرية كتير في هذا المجال. المؤتمر مهم جدا، خاصة أنه هو بيحصل قبل 60 يوم من مؤتمر المناخ إن شاء الله اللي هيعقد في شرم الشيخ. مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لها دور مهم وأساسي في موضوع تمويل التنمية ومساعدة الدول الأعضاء في التكيف مع آثار المناخ. تحديداً ITFC أو المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لديها عمل ذو باع طويل فيما يتعلق بموضوع مساعدة الدول في التكيف المناخي. فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر للتمويل الإنمائي خرجت بمقترحات ونقاشات ومبادرات لمواجهة تغير المناخ من خلال العمل على استكشاف كيفية الاستفادة من القدرة التنافسية للقارة الإفريقية بإنتاج السلع والخدمات، واستكشاف طرق جديدة ومبتكرة لجذب المزيد من الاستثمارات. وللمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري رامي محمد. بعد التحية، ما الجديد في أجندة اليوم الثالث لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ تحياتي لك ولكل متابعينا في متابعة لفعاليات اليوم الثالث والختامي لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي. هذه الفعاليات التي أتت اليوم متنوعة ما بين جلسات نقاشية، ونحن أيضا نتحدث عن مائدة مستديرة وأيضا تختتم بعدد من ورش العمل. بدأت الجلسات النقاشية التي تدور حول عدد من القضايا والموضوعات، من بينها الطريق نحو الدورة 27 لمؤتمر الأطراف، ثم الجلسة الأخرى التي تتحدث عن الاستثمار من أجل المساهمة في البنية التحتية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ثم تأتي على مدار اليوم المائدة المستديرة والتي تدور حول المنصة الوطنية لبرنامج نوفي. كمان أيضا من خلال هذه الفعاليات على مدار اليوم هناك ورشتان، الورشة الأولى التي تتحدث عن التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخي، والورشة الأخيرة التي أيضا تدور حول عدد من التصنيفات السيادية والسندات الخضراء نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي خلال أجندة المناخ. هذه هي أبرز الفعاليات التي تدور في اليوم الثالث والأخير، ثم الحفل الختامي والخروج بعدد من المقترحات والتوصيات خاصة بهذا المنتدى. عودة لكم مرة أخرى. بشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.
واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد، والتي بدأت اعتبارا من الأول من الشهر الجاري ولمدة شهر، وذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد. تهدف المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، مع الاستمرار في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. يتواصل إقبال المواطنين على شراء المستلزمات المدرسية لأبنائهم مع استمرار فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي أطلقتها وزارة الداخلية في الأول من الشهر الجاري، وتستمر لمدة شهر بمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد. زي محافظة مني علشان خاطر ان انا اشتري شوية طلبات لولادي وكتب وحاجات من دواء، ولقيت حاجات رخيصة جوي داخل اشتري حاجات كراريس وشنط وقمام وكل حاجة. بصراحة الشادر جميل وكويس وحلو قوي، حاسس بالمواطن في دخلة المدارس وفي الاسعار اللي بقت عالية شوية على المواطن، بس المبادرة دي موفرة علينا حاجات كتيرة ونشكر السيد الرئيس عليها. معارض المبادرة التي يصل عددها إلى 6 معارض رئيسية و17 معرضاً فرعياً، تتوفر فيها كافة المستلزمات المدرسية بجودة عالية مقارنة بمثيلاتها خارج إطار المبادرة، وبتخفيضات تصل نسبتها إلى 30%، إضافة إلى توافر تلك المستلزمات في 814 منفذاً مشاركة في هذه المرحلة من المبادرة، كلها بالأسماء والعناوين موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بنقدم خصومات بتتجاوز 30-40%، ممكن تصل ل 50%، وفي منتجات منها بتصل لسعر التكلفة، ما بقاش فيها مكسب تمام. دايما على طول بنشترك في المبادرات ديت، لأن دي بتشيل عن الكاهل المواطن المصري، ونكون حريصين إن احنا بنوفر له البضاعة بأسعار منخفضة. مبادرة عظيمة، ونحن الآن الأسعار كلها مناسبة وما شاء الله. نحيي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تخفيض الأسعار. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا بلدي فرد. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين وأصحاب السلاسل التجارية وكبرى المكتبات بنطاقها، وفرت كافة الاحتياجات المدرسية والسلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار مبادرة كلنا واحد، وبما يضمن استفادة شريحة كبيرة من المواطنين من التخفيضات المعلنة. عديت النهاردة على الخيمة عشان أشتري ملتزمات المدرسة، فلقيت بصراحة الخيمة فيها كل ملتزمات المدارس، الخامات جميلة، الأسعار كويسة جدا. اشتريت كشاكيل، وبصراحة أسعار مخفضة عن برة، بصراحة حاجات جميلة، يعني خدت فكرة عن المكان، ولا حاجات حلوة بصراحة. وبصراحة نشكر الرئيس اللي لقينا حاجة كويسة وحاجة كده، يعني بصراحة أحسن من بره بكتير وحاجة نظيفة. إلى جانب المستلزمات المدرسية، تتوفر السلع بكافة أنواعها، خاصة الاستراتيجية منها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% تحت مظلة المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. أسعار غير بره خالص، وفرت معانا، وفرت كتير كمان. أنا جيت واشتريت حاجات كويسة وبأسعار أقل من السوق وجميلة جدا، وشكرا لكم جميعا. منظومة أمان، ومن خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهورية، توفر السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الجاري. شعب وقيادة وشرطة، احنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد، وهنبقى جنبك للنهاية. كما أعدت أمان حقائب مدرسية تحتوي أدوات مدرسية ذات جودة عالية لتوزيعها على الطلاب في المناطق الأكثر احتياجاً وبدائل العشوائيات على مستوى الجمهورية، في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها الوزارة لهم. الضباط جم وزعوا علينا حاجات اللي هي الشنط، والشنط فعلا جميله قوي، وهي كل سنه برضه بيوزعوها علينا. وشكرا يا رئيس، وشكرا لوزاره الداخليه. كلنا واحد مبادره قطارها لا يتوقف عند حد معين، بل هي المظله الاجتماعيه والانسانيه التي تسعى من خلالها وزاره الداخليه الى تخفيف الاعباء عن كاهل الاسر المصريه،
في ظل حرص القيادة السياسية على ذلك. نجاح كبير تسجله مبادرة كلنا واحد التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 23 برعاية رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال المشاركة الواسعة للكيانات الصناعية الكبرى والسلاسل التجارية وكبرى المكتبات في هذه المبادرة، ما يؤدي في النهاية إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي حرص خلال جولته على تفنيد ما يتم تداوله مؤخرا بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة، مؤكدا أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها. وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تنفيذ محور رياس الرزق والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسى مرورا بمنطقة حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولا لطريق صلاح سالم ومحور الأوتوستراد بطول 9 كيلومترات وخمس حارة مرورية لكل اتجاه. كما قام الرئيس السيسي بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كيلومتر وخمس حارات مرورية لكل اتجاه وتصل إلى 8 حارات مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق. وقد قام الرئيس السيسي بالاطمئنان على العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم. وصلنا إلى ختام نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز العناوين.
الرئيس السيسي يقدم خالص تقديره لفلاح ومزارعي مصر في عيدهم، ويؤكد استمرار التوجيهات للحكومة بتوفير الحياة الكريمة لهم. الحكومة البريطانية تعلن بدء الحداد الوطني على وفاة الملكة إليزابيث، وقصر باكنغهام يعلن إطلاق 96 طلقة مدفعية تكريما للملكة الراحلة. وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يجتمعون لبحث أزمة الطاقة، ومؤشرات على رفضهم فرض سقف لسعر الغاز الروسي. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. إلى اللقاء.